أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاحتفالية الخاصة من برنامج هذه دبي باليوم الوطني السعودي 90. ووصلنا للجزء الأخير من الحلقة، والختام مسك دائما مع الشعر الكلام العذب. ويمكن الشعر في موروثنا وفي ثقافتنا في الخليج أكيد حاضر في كل المناسبات. طبعا نرحب بالشاعر الإماراتي السعودي محمد القحطاني. يا أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الدبي. مرحب باقي، الله يطول عماركم ويسلمكم، سعيد بتواجدي اليوم معاكم. الله يحييك. أنت الجميل فيك يا محمد أنك مثل ما قالت ديالة سعودي إماراتي عايش في الإمارات، وأكيد كلنا نحمل هذه المشاعر. خلنا نبدأ بقصيدة عطر المكان. ما في شك، يقول من قبل لا بدأ الكلام وقبل لا تمه، بقول لي كلمتين بصوتي الهادي، كلام من واقع انت برابه الذمة، ينقل على ذاعة التلفاز والرادي، اللي طمع في السعودية هي ويلمه غادي، ومن يتبعه من شلته غادي. المملكة نهجها في نصرة الأمه، واللي تسويه والله ما هو بعادي، تسعى لشمل العرب بالعز وتلمه، والوحدة الأمتين تصيح وتنادي، وملوكها في دوام الأمن مهتمة، والرفعة المسلمين ورد على عادي، الله عليها يديم الأمن ويتمه، اللي لكل الشعوب تمد الأيادي، والمملكة فوق الأرض الأم والقمة، لو ينكرون الحقيقة كل لو غادي، واللي طمع في السعودية يا ويلمه غادي، من يتبع من شلته غادي. صح لسانك، صحة أبدانكم. فعلا دي همة حتى القمة أيضا. أكيد. شاعر، أنا أول ما شفتك على طول تحسبتك إماراتي، وذلك من اللبس يعني الدشداشة أو الكندورة الإماراتية، فالسر ما السر في ذلك؟ السر أني وطن زايد، الله يرحم زايد طول عمار عياله وشيوخ الإمارات وحكامها ويبقيهم، أنها سقت الغلالة قبل ينساق لي بنه، ولبست فضله عليه قبل ألبس ثيابه. سلام. فاللي كنا من مشاعر يعني ما يأثر فيه ولا يغيره الزمن ولا تفاصيل الحياة البسيطة. ما هم مستغرب وفاك، وهم يستاهلون بكل تأكيد. ودي أعرف مشاعرك بما أنك موجود في الإمارات من وانت صغير، دائما يمر اليوم الوطني السعودي عليك وتحتفل وتفرح أكيد، وكذلك اليوم الوطني الإماراتي، كيف مشاعرك تكون فيه؟ والله مشاعري دائما مختلطة بالمحبة وبالولاء وبالانتماء للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة والحكامهم، الله يحفظها ويديم عليها العز والأمن ولا يفرقهم يا رب العالمين وينصرهم. سمعنا. أما القصيدة يقول من دولة الشيب الفلاحي كحيلان، لديار سلمان المليك السعودي، تهاني الشعب الخليجي والأوطان، للموطن اللي كلنا له جنودي، في عقده التاسع بعد صار رويان، بمواقف الأحفاد عقب الجدودي، بزك السلام اللي مع بن خولان، ينساق للشعب العظيم السعودي، من دار زايد دار ذربين الأيمان، اللي على الزودات دايم تزودي، منبع هالطالة سلايل هيان، أخوان شمة حافظين العهودي، موطن خلف زايد خليفة بليهان، موطن خلف زايد خليفة بليهان، عساه دايم للوطن في الوجودي، ومن مربط الهجنة الأصيلة هو ربدان، وعرين أبو خالد عريب الجدودي، شبيه زايد بالمكارم والإحسان، وبالقول والفعل الجلل والجهودي، شيخ مواقيفه ترسخ بالأذهان، وكفه بجزلات العطايا تجودي، ومن بعدها يا سيد الحزم سلمان، ومصدر الأوامر الأولى هو البنودي، ليث العروبة والعرب مرهب إيران، أبو فهد الأسوك مليك الفهودي، لا كان قبلك مثلك ولا بعد كان، بعدك جعل عمرك وعزك يزودي، إلا النجلك يشبهك كل ما بان، ليث خصاله من خصال الأسودي، محمد شبيه معزي وطير حوران، صقر الخليج اللي مجده نزودي، الصامل القادم الصامل المقدام في كل ميدان، واللي ليا عدو الدهاهم عدودي، نسل الملوك اللي على مر الأزمان، أمجادهم لمة عليها شهودي، دستورهم من هدي سنه وقرآن، وعدودهم بالشرع خير العدودي، فزعاتهم تروي ضمى كل ضميان، وإحرابهم ترمي العدا في الحودي، شف مملكتهم للملايين صيوان، ولا سكت رغم ازدحام الحشودي، حجاجها لجولها بمن وامان، من الطواف إلى ختام سجودي، دولة عظيمة عزها رب الأكوان، وبوجودها مجد العرب في الوجودي، يبقى علمها لمة الدين نيشان، حتى لو انه من عداهم حسودي، هذا الصحيح ولا يبقى الحق برهان،
في موطن جدودك وموطن جدودي، يقولها صقر من صقور قحطان وشاعر إماراتي وشاعر سعود. صحة أبدانكم. يعني في مثل هذه المناسبات تبرز فعلا مدى أهمية الشعراء والشعر والكلمة التي توصل مشاعر القلوب، خصوصا اللي مثلنا حلينا يعني ما يقدرون يمكن يعبرون بهذه الحرفية الرائعة بالكلمات. محمد، من وين جايب هذا الإبداع كله؟ هل هو متوارث الشعر عندك أم أنت هاوي للشعر ونميته عندك؟ الله يطول عمرك، هذا من ذوقي، أنا متذوق للشعر وليس يعني موهبة بالوراثة، ولكن موهبة عطانيها الله، وهذا يعني مثل هالمناسبات واجب وطني تواجدنا فيها، والإبداع عن ما بداخلنا من مشاعر طيبة لأوطاننا والحكام الله يحفظهم. سلام. مع أن يمكن المنافسة عليكم في الخليج كبيرة، شعار واجد والله شوي، خصوصا أنت في الإمارات يعني مجمع للشعار ما في شك، لكن يقول في أبيات غالية على قلبي وقريبة، يقول أنا من أبناء زايد ومن أهل العين، وسعودي سعودي من عيال سلمان، أحب نجد وخادمين الحرمين، أخوان نورة مفخرة كل الأوطان، وأحب دار أهل الشيم والشياهين، أخوان شمة نحزم يطول الأزمان، وقلبي قسمته بين أبو ظبي والعين، ودبي عندي بالغلا بعد حمدان، ولا في حبي فوق حب القحاطين، واللي يقولن فيه في الحب غلطان. صح لسانك، صحة أبدانكم. وأنا والله بس عشان محمد تشرف فيه، شاعر جميل ومميز، وشارك معانا في برنامج راعي القصيد، صح؟ صحيح، شاركت في البرنامج مؤسسة دبي للإعلام، ولكن تفاجأت لما قالوا لي، يعني يمكن الناس بيشوفون مشاعر القحطاني ومحمد القحطاني يقولون ترتيبات، أنا والله تفاجأت بوجوده معنا، ومفاجأة كانت سارة وجميلة صراحة. الله يسعدكم، وأنا والله أسعد يا أخوي مشعل، وأنت إعلامي مبدع ومميز، أتمنى لك دوام التوفيق، وأنا مبسوط اليوم بعد أن ديالة موجودة اليوم نورتكم، فيكم خير وبركة، ويشهد الله أنا متشرف وسعيد بتواجدي معكم اليوم، وكذلك بشوفة الدكتور بدر من الملحقية السعودية، والفنان القدير حبيب غلوم، الله يعطيهم العافية. على ذا الطاري هم بيجونا في المعنى. صحيح. نحن شاكرين وجودك معانا اليوم، نورتنا في هذه دبي، نورتنا كلماتك اللي عبرت عن شعورنا فعلا بهذه الفرحة وهذه المناسبة. وأنا أسعد والله يعطيكم العافية، والله يديم إن شاء الله هالأفراح علينا وعلى أوطاننا، ويديم قبل الأفراح الأمن والأمان إن شاء الله، والرفعة والعزة جميع بلداننا وبلدان العالم الإسلام. يا رب. آمين يا رب. أبو صالح الحين بنوقف عشان نوصل الكيكة ديالة. ضيوفنا جايين. تفضلوا. يا مرحبا. إيه عادي على الهواء، الكاميرات مسموحة. يا مرحبا، الله يعافيك. شكرا مرة ثانية يا دكتور. تالي على هذه الكيكة دكتور بدر، ما قصر الملحقية. يا مرحبا يا مرحبا، كيف الحال؟ الأطفال هنشوف شي لابسة، نراوي الكاميرا. يا سلام، تعالوا هنا والله، عطني يلا، منو بيقص الكيكة؟ في صوت، انت ايش اسمك؟ صوتها طالع. هاي مصطفى، يلا ايش اسمك؟ فرح مشعل قحطاني. نعم، خليها لك ان شاء الله، هي واخوانها ويبارك فيهم. وانتي معانا بعد غلا مشعل القحطاني. يا مرحبا وسهلا. محمد مشعل قحطاني، حياكم الله. هذا الاخواني ترى على ما شاء الله. لا اولادي، الله يبارك فيهم، الله يخليهم لك يا رب. بس اليوم انا طالع الاستديو قالوا بنيجي معاك نحتفل، قلت اكيد تحتفلون مثل ما نحتفل كل سنه، صح؟ الله يخليهم لك يا رب. إن شاء الله عليهم. شكرا مرة ثانية يا دكتور على نقص عيالك. تفضل دكتور. طبعا هذه مشاركة بسيطة من اخوانكم منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة. المملكة العربية السعودية أطلقت شعار همة حتى القمة، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت شقيقتها المملكة العربية السعودية بشعار معا إلى الأبد يا رب. طبعا حرصنا على أن نجسد ذلك في أدق التفاصيل، وضعنا اثنين من أو قالبين كيك. أتمنى من الدكتور حبيب والأخ مشعل محمد والأستاذة أيضا ديالة يعطيك العافية.
على يلا تعالوا انتم شعار المملكة بهذه المناسبة. بوكل الأقرب يعني. وأنا بوكل أنت مشعل. يلا نقص وياك. تفضلي. حطين إيدك. يلا يا فرح. يلا تعالوا. عسى أيامك كلها فرح يا فرح. محمد طيح تعال. يلا انتم مع بعض. ما شاء الله. يلا. واحد اثنين ثلاثة. بعد واحدة. ايوه طبعا اشكر زملائي الاستاذ بدر الجمعان وايضا الاستاذ خالد الغنام خلوهم جهود يعني لازم اليوم كما ذكرت من ايام وهم ما شاء الله معي ونعمل وفق توجيهات سعاده الملحق ما قصر الشكر والتقدير. شكرا يا دكتور شكرا. احنا وصلنا للنهايه انا صحيح. بترك مثل ما بدينا مقدمه جميله مع دياله بترك النهايه معك ختام مسك. شكرا لك وشكرا لكل الضيوف وشكرا لكل المتابعين هذه المتابعة وفرحتنا مستمرة وستستمر دائما ونحن معا أبدا دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.